الحمد لله. اول شيء انه ما كانش ضحايا بشريه، العائلات كامل عاودوا خرجوهم من الحمايه وخرجوهم من المواطنين، يعني من الساعه الاولى خرجوهم. وهذا كما تشوفوا لهنا هذا ستان ديبو اللي تحرق لهنا في بياس ديطاشي، كما راكم تشوفوا الدخان كحل، هذا فيه لي بارشوك والزيوت وكل شيء على هذيك الدخان كحله. الحمايه المدنيه مشكورين، اذا راك تشوفوا في الجهه التحتانيه هذه اللي منها كاين اربع شاحنات، والجهه اللي من الفوق كاين زوج شاحنات، زائد مع الشاحنه تاع البلديه زيد تزويد بالمياه، وهنا رانا واقفين هنا معاهم. اول شيء احنا نحمد ربي انه ما كانش خسائر بشريه، هذا هو الاهم حاجه، والامور هذه الحمايه راهم واقفين قايمين بالواجب تاعهم، بارك الله فيهم، ورانا معاهم كاش ما يحتاجوا حاجه، وان شاء الله